يبقى أمامه إلا الاغتيال الأخير. يقول أبو الصلت في تلك الليلة: حدثني مولاي أبو الحسن الرضا أنني داخل على هذا الطاغية، فإن رأيتني قد خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، فإنني مشغول بنفسي، فإن هذا الطاغية يقدم لي عنبا مسموما قد خرز بسلك وخيط مسموم، ويقدم لي رمانا مسموما، السموم على السموم. يقول أبو الصلت: فدخل مولانا الرضا وأنا أنتظر واقف بالباب. إمام الرضا عليه السلام في روايات أهل البيت قل: فلما استقر به المقام قدم له المأمون عنقودا من العناب، وقال: يا ابن رسول الله، إني لم أدق أطيب من هذا. قال: اعفني. قال: أتتهمنا بشيء؟ ألح عليه والشرر يتطاير من عينيه، فتناول الإمام حبتين من ذلك العنقود، كانتا كفيلتين بالقضاء على الإمام. أنا دائما أركز على هذه المسألة أعزائي. أئمتنا جميعا سموا سما نقيعا، يعني يمهل الإمام 40 يوم كالإمام الحسن عليه السلام، أو 10 أيام كالإمام العسكري، أو 3 أيام بقية الأئمة، إلا إمامنا الرضا فإن السم الذي تناوله لم يكن نقيعا بل كان زعافا. شنو يعني زعاف؟ يعني لم يمهل الإمام يوما كاملا، قضى عليه قضاء سريعا. تعرف ماذا يقول أبو الصلت؟ تعبير لم يرد أبدا عن أحد من الأئمة كيف أنه عالج حرارة السموم. يقول أبو الصلت: لما خرج الإمام مغطى الرأس خنقتني العبرة وأحسست بالشر. يقول: فلما دخل داره أمرني بإغلاق الباب وجاء وانطرح على فراشه. اسمع اسمع تعبير أبو الصلت، يقول: 50 مرة الإمام يقوم ويقعد من حرارة السم، لا يقر له قرار بأبي وأمي. يقول: رأيته يقطع الدار رائحا وراجعا من حرارة ذلك السم، السموم على السموم. ساعد الله قلب الزهراء بأبي وأمي وهي ترى مصائب أبنائها تترى. تقول الرواية عن أبي الصلت، يقول: أنا أنظر إلى مولاي الرضا حتى تعب وأنهك من شدة ذلك السم، فرمى بنفسه على الفراش لا يستطيع القيام، لكنه بين الفينة والأخرى ينظر إلى الباب كأنه يترقب شيئا. فأنا متعجب، الإمام أمرني بأن أغلق الباب، إلى ماذا ينظر الإمام؟ يقول: بينما أنا كذلك وإذا بغلام أشبه الناس خلقا بمولاي الرضا وهو يسعى في صحن الدار، قمت إليه فزعا: من أنت وكيف دخلت والأبواب مغلقة؟ قال: يا أبا الصلت، إن الذي جاء بي من مدينة جدي إلى دار أبي في خراسان هو الذي أدخلني والأبواب مقفلة، أنا حجة الله عليك، أنا محمد الجواد. يقول أبو الصلت: لما
رأى الإمام ولداه رغم أنه كان منهكا بالصوم، لكن شوقه إلى ولديه جعله يقف على قدميه ويفتح باعه واحتضن الجواد إلى صدره، ثم انطرحا معا على الفراش. هذا والإمام الرضا يقبض يمينا ويبسط شمالا، نادى ولدي ولدي أنا عطشان، علي بشربة ماء أبرد بها حرارة الزموم في جوفي، أنا من مناد وإماما. وغريبا جاء الإمام الجواد إلى أبيه بشربة ماء، فلما رأى الإمام بكى بكاء عاليا. أبتا لماذا تبكي؟ قال بني لما جئتني بالماء ذكرت جدك الحسين وهو ينادي اسقوني قطرة من الماء، فلقد تفتتت كبدي. بني إذا رأيتني في النازع فاسحب الفراش من تحتي. أبتاه لماذا؟ لماذا هذا الفعل الذي يفطر القلوب؟ قال بني أعلم أني واسيت جدك الحسين في خصلة، وأريد أن أواسيه في الخصلة الأخرى. في أي خصلة؟ قال واسيته في غربته، وأريد أن أواسيه في الموت على التراب. يا ابو الهادي بعد الروح أريد واسي المذبوح، بقى فوق الترب مطروح وزينب تنظره وتنوح. بني أريد أن أواسي جدك الحسين، ودي أواسي جدك حسين بمصابه في غربته، ويا ليت صوبني صوابه، مفروض وحده من بعد فرقت أحبابا. وعظم علينا لون عناعي على حسن. يا ابني أنا ساعة وداعي والمنية، راسي بحجرك واضعة وتمسح علي، وما غريب الغاضرية على الوطية، والشمر بالصارم يحز من الوريدين، أنا من مناد وإمامة. لكن ضامن الجنة حان حينه شرب كاسه، لكن بعد موت العدو ما قطع راسه، ولا سمعنا في الطش طاحت أضراسه، أنا من مناد ومسموما. وغريبا بأبي وأمي تقول الروايات لما رجع الإمام الجواد إلى المدينة استقبله عمه علي بن جعفر، نادى عماه أقيم المأتم، لمن نقيم المأتم والعزاء؟ أنقيم المأتم لرسول الله أم لقتيل ابن ملجم أم لمكسورة الضلعين أم للحسن أو الحسين؟ هيجت لوعاتي يا بن خير البرية، قل لي على من آمرت ننصب. يا ابني مصايبنا عظيمة شيب الشاء، نبجى
تبكي على ضلعين مكسورة لول الجنين اللي تعفر فوق الاعتاب لو قول جدنا اللي دهانا بكل رزية لو ضربة المحراب نبكي يا ضي العين لو لجل عمنا الحسن لو نبكي اللول الأجساد اللي بقت من غير تجفين لول الحريم اللي تسمت خارجية ما تنحصايا ابني مصايبنا بتعداد الله يا مسجون امتلت شبان وأولاد بالأمس ظل خيي رمي بجسور بغداد من الأعاد جنازته ظلت رمية لو نبكي يا بني للذي راحوا في الحبوس راحوا ولا بين الملل هم عين الرموس لا نور عيني لو لفالك خبر منطوس ليكون ابوك انصاب بنياب المنية حني وجذب ونه وزفر زفرة شديدة وقال له يا عمي حلت مصيبة ويا الرضا المأمون سواها مكيدة قطع مهجته وزلزل السبع العلية مسموم مات بدار غربة ما حضرته يا ليتكم يا ولاد ابو طالب نظرتو ويا ليت شلتو جنازته وقبره حفرتو محلى الاهل حول النعش تمشي سويه اما الزهره تنادي انا لا تحسبوني للرضا في طوس ولا إلى بغداد ما جيتوا تعنت كلهم عليهم نوحت والجيب وعظم علي لنا عن ناعي